دابا ولا وهذا الشيء بهذا النظام الغذائي ديال دابا اللي هو بيتزا وساندويتشات ديال الكبده ديال الطحال معقودة خطيرة معقودة بطاطس مقلية هذه ديال الفريت فريت ردوا بالكم توقيت العسكر بزاف والخبز الابيض شنو كان عليه بالخبز الابيض يعني اي خبز مصنوعه بلاوي بلاوي مصنوعه بالسميده والسميدات هي خطيره جدا للصحه ديالنا خصنا الانسان ياخذ منها بواحد الطريقه عقلانيه الحلويات الحلويات اي حلوى ديال الصباح هذا الطريقه العقلانيه الزيوت المشبعة بحال الزبدة الشحو شكون اللي كيعجبو الخليع؟ هاديك خطيرة 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 إلا واحد الملاحظة ملي جات هي كتحيد الخبز من يدي حيد الماكلة من يدي ما تاكلش هادي وحاجه اخرى عاوتاني اللي خصكم تنتبهوا منها هو الاهداف الصحيه هو الزياده في الملح في الاكل الانسان ما يحبش بزاف ديال الملح بالنسبه للسيده بطبيعه الحال بالنسبه ديال الرجال ياكلوا مثلا في السوق ياكلوا السردين يوزن الملح ويزيد لا لا كلوا اي حاجه بعقلانيه ما كثير ما مزيانش لانه كيساعد في ارتفاع هذا هو الحاجة اللي هما خطيرة جدا اللي كانت عرضوا لي يعني كانت أكل أو تغذية غير صحية شنو كدير مع التغذية الصحية غير صحية كتساهم في الزيادة ديال الوزن ها غتسير مسكين مصنوع غير من الفريت ومن الخبز زعما مع أي حاجة اللي هي غير صحية يعني الخبز مازال رانا نضحكو على الخبز شنو كيدير خطيرة بالصراحة أنا مع ديك الحكومة تزيد في الثمن ديال الخبز باش الناس اللي مقصود بصراحة مع الزيادة والسكر المهم كتساهم في ارتفاع مداخل الدم وكتساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بطبيعة الحال كتساهم في أمراض الزبدة والأسنان اللي تعمل التغذية اللي هي غير صحية كتمرض الأسنان اللي عنده مشكل ديال الأسنان راه من النظام الغذائي كتساهم في نمو مرض السكري النوع الثاني ماشي الأول شكون اللي كيعرف لا ديفيرونس ديال ما بين السكري رقم واحد وجوج رقم جوج واحد السكري رقم واحد تيجي الدراري الصغار ماشي غير الدراري الصغار الدراري الصغار مع حتى لاج ديال 30 ياك هذا كيكون وراثي كيتوارث مع الناس مرض السكري يعني لا كان الاب مريض بالسكري راه الابناء ديالو غادي يكون عندهم سكري رقم واحد وهذا السكري رقم واحد كيكون ديباندنت على الانسولين ما كاين الباكرياس ديالو كينقص ما كيبقاش يفرز ديك الهرمون ديال الانسولين وخصو ضروري يبرا ما كيعيش بلا الماء السكري رقم ثاني هو تيجينا بيان سور كاين واحد النسبة ديال تيجينا على حسب الوراثة او طريقة الوراثة ولكن معظم ديال الحالات تجيو من التغذية يعني نظام الحياة اللي هو غير صحي تؤدي لهذا النمو ديال السكري النوع الثاني كتساهم هذه التغذية غير صحية كتساهم في نمو أمراض خطيرة القلب والشرايين وبعض انواع السرطانات يعني بنادم الى كان كيوكل غير هذا الشيء غير هذا الاكل غير الصحي راه معرض
هذه بصفة عامة كدير السكري وكدير تن اللي طلع لي داخل من سميتو من هذيك الشايط الدخلاني ديال ديال العرق ديال القلب كيتوجع اللي طلع كيبقاو تجمع كيتسد يعني الدم ما عندوش فين يدوز شنو كيدير كيترتق كيبقى يليكا تيليكي في الاعضاء شي ما مزيانش الله يستر كيوقع الله يستر الناس كيتوقع الشطه هذاك شي خطير جدا انا غادي نقول لكم علاش هنا جباله عندنا هاد الامراض ديال القلب شويه ناقصه بالمقارنه مع الناس اللي ساكنين في المدن من بعد غادي نجي بالكم دابا نجيكم لمبادئ التغذية المتوازنة شنو هي هاد التغذية المتوازنة التغذية المتوازنة هي بحال شي ميزان كاين الماكلة اللي كناكلو باش ناخدو الطاقة اليومية اللي كنحتاجو هو الوزن اللي خصنا نحافظو عليه تجي بحال خصنا نورمالمون داكشي اللي كناكلو خصنا نحافظو بالنشاط ديال البدون اليومي اللي ديال الحريات ديال شنو بغينا نقولوا ديال العيالات اللي مثلا الشطار الحتيج الحقول اي نشاط مبذول في الحياه اليوميه خصو يكون متوازن مع الماكله اللي كناكلو التغذية الصحية هي مثلا شنو هي؟ الماكلة داكشي ضد داكشي اللي قلت لكم قبيلة هي التغذية غير الصحية تناول الماكلة بنية مزيانة صحية أنا غادي نقول لكم شنو من بعد شنو كنعني بالأكل الصحي شنو كنستافدو من التغذية الصحية كنتفاداو داك المشاكل اللي قلت لكم قبيلة كنتفاداو مشكل الزيادة في الوزن كنتفاداو مشكل ارتفاع الضغط كنتفاداو مشكل ارتفاع نسبة الكوليسترول كان بيان سور وكنتفاداو مشكل امراض اللسان والاسنان سوري وكنتفاداو مشكل ديال نمو امراض السكري النوع الثاني وكنتفاداو مشكل نمو امراض خطيرة كالقلب والشرايين وبعض انواع السرطانات انواع السرطانات اللي كتجي عن طريق الاكل غير الصحي نورمالمون كيجي جهاز هضمي يعني المعدة البنكرياس الأمعاء الله يجينا ونجيكم الأصناف دابا ديال الأغذية مهمة للجسم عندنا كاينين جوج ديال الأصناف كاينين الأغذية اللي هي كتعطينا الطاقة مصدر ديال الطاقة هي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات دايره نتصور باش اللي في هذا تصور في فيديو شنو كنعني بالكربوهيدرات والدهون الكربوهيدرات كنعني بهم الخبز والحاجه اللي هي كنعنيها النشويات والدهون يعني الزيوت والبروتينات بيان سور هي اللحم واي حاجه من ديال الحليب الفرماج كاينين اصناف اخرى يعني بحال الفيتامينات والمعادن والماء هذه ما كتنتجش لنا الطاقه ما كتعطيناش الطاقه للجسم ولكن الاهميه ديالها الفوائد ديالها مهمه جدا للجسم باش الخلايا ديال الجسم كت ديناميك الأغذية التي تعتبر مصدر للطاقة كما قلنا الكربوهيدرات الكربوهيدرات شنو هي النشويات جميع أنواعها الخبز الباستا الروز البطاطا دخلت هي الباستا شنو هي لي بارجيه الذرة اي حاجه قمح صلب ديك كاين واحد هذاك اللي كيقولوا البوريج فراش شكون اللي هنايا كيدير الفراش كيجيب الفراش هنا كنعطيو واحد الهاي ورا بنادم يستافد منه اكثر من الهاي الفراش ما عرفش
باش كيعدل ديك الغلوكوز كيجي
الدماغ. ولكن الناس اللي لهم مرض السكر شنو كيوقع لهم؟ كيكون عندهم مشكل في الافراز ديال الانسولين، تينفرزلو غير شويه واحد المعده بليز. دونك ما كاين والسكر كيبقى يطلع لان نشرب مثلا المناظر تيبقى لهم هايبر، يعني السكر كيطلع بالضبط. ومن كيكون السكر طلع بقيت واحد المده طويله تيبقى له تعقيدات، كيبقى له مشاكل مع المده مثلا 10 سنين هو السكر طلع مثلا 13 14 شهور يبقى له 10 سنين. غادي يوعوها العينين شنو كيوقع ديك ديك الشعور ديال الدم ديال الشعور اللي كتبقى كيدخل ثلاثة ديال الأنواع
زوينة بزينة بزاف. هادي كنوجدوها في زيت الزيتون تطربي مزيان غير طربي ديما زيت الزيتون في المائدة ستنجح لأنو مهم بزاف. كاين الدهون المركبة غير المشبعة لي تاهي زوينة بزاف. واش غنقولكم هي زوينة ولكن مخصوش تكترو منها. لا تاهي تاهي شوية مركبة لا صعيبة. أوكي كاين هاد الدهون كنلقاوها في الحوت. الحوت أنا دايرة السلمون زوين بزاف ولكن هنا في المغرب وكلها غالي بزاف يعني ما يمشي أي واحد. ركزوا غير على السردين أحسن ما كاين هو السردين. الإنسان ياكلو على الأقل مرتين في الأسبوع. مكسرات بطبيعة الحال الأفوكا أفوكا مزيان بزاف الزيتون الدهون المشبع هذا اللي كيعجبو السوسيس وي. بالنسبة للسردين واش مقلي ولا مشوي؟ لا سردين بالنسبة للبنادم اللي هو عادي يقلي يشوي يكبرو هذا الشغل. بالنسبة للناس اللي هما وزن طلاب السكر يحاولوا ما يمكن يا إما يكبروا الحاجة السردين يا إما يديروه الفراج وياكلوه ولا يشوي مشوي. السردين مشوي ما كاينش بحال بالنسبة للمقلي واش كاين استفادة ولا ما كاينش؟ مقلي كاين يكسب ولا ما كاينش؟ ما كاينش مقلي زوين ولكن الجسم كيمتص غير اللي باغي هو باش الجسم
هذا الفيتامينات اللي هي دائما في اليوم هذه كتخزن في الكبدة و الجسم كيحتاج واحد المقدار صغير بسيط باش يدير فور فرد الحمل العادي من جسم الخلايا المشكلة ديال الفيتامينات اللي هما دائما في الدهون هنا أ و د و أ و ك هادو الله يستر إلا فات الجسم ديالنا خدا منهم بزاف كيوقع لنا تسمم ديال الفيتامينات الفيتامينات دائما في الماء كاين جوج بي كومبلكس و سي يعني الجيم هذه بعض الأطعمة اللي هي غنية بفيتامين ب اللي هي مزيانة بزاف فيتامين بي 12 هذه مهمة بزاف فينا غير عند الحيوانات المنتوجات الحيوانية الكبدة الزهر الكنغرو اللحم أي حاجة اللي نقولي كلها هي مصدر حيواني راه فيها بي 12 البي 12 شنو كيدير؟ البي 12 كينقذنا من فقد الدم لانه كينتج الخلايا كيساعد على انتاج خلايا الكريات الحمراء بي 6 بي 9 هذا مهم بزاف سميتو فوليك اسيد انا غادي نوريكم في السلايد الاخرى شنو كيدير بي ان كاين في الخبز وفي القطعان بطبيعه الحال بي سات كاين في اللحم والجزر فيتامين ا كاين في اللحم والافوكا والبطاطا بي دو كاين في البيض واللحم فيتامين او كاين في سميتو في الزيتون بطبيعه الحال وين بزاف الزيتون هذه التغذية للفيتامين سي في الكنجبرو بيان سور في الكيوي اللي في الكيوي أكثر من اللي في البرتقال فيتامين سي البرتقال طبيعي الحال الليمون المنعوس البطاطا البقولة أي حاجة خضراء داكنة لون راه فيها فيتامين سي الحار بيان سور البروكولي هذا ما كاينش في المغرب بزاف السكري علاج كيعالج حتى مرض السكري مزيان بزاف لان كيساهم
ديال ديال سكريتين ديال الانسولين، والانسولين كتخدم مزيان بالفيتامين دي. فيتامين او يساعد على تنشيط الدوره الدمويه والمحافظه على البشره. فيتامين ك يساعد على تقليل حده النزيف الداخلي، الله يستر الا وقع شي مهاجئين انتر. فيتامين ك مزيان بزاف. دابا المعادن، المعادن مزيان مزيان بزاف. كاين جوج ديال الانواع ديال المعادن. كاين مجموعه المعادن الكبرى اللي هي بحال الكالسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم، وكاين مجموعه صغرى بطبيعه الحال والنادره مثل الكروم والمغنيسيوم واليود. اليود هذه اللي كيديروها في الملحه، كيتعبوا بها الملحه. المغنيسيوم كيتجمع في جميع البقوليات بحال هذا. وهذا الكروم هذه شكون كيعرف شنو هو الميتال ديال الكروم؟ شكون اللي ما عارفوش؟ شكون اللي عارفو شكون اللي ما عارفوش؟ كروم عارفو؟ ما عارفوش. انا ما عرفتش شنو هو هذا الكروم. هذا كاين واحد المنتوجه فينا هما كنطيبو فيهم بحال الكوكوط ياك؟ بحال شنو هو الكوكوط؟ واش كيسمى؟ Thank you.
الشيء انا كنبقى غير المرضى السكري كيفاش يعرفوا السكر ديالهم شحال خصهم ديال الانسولين اللي يضربوا. وبالنسبه للبطاطا الا كان 50 اذا كان بطاطا فيها 50 غرام راه خصنا نضربوا لها 5 ديسيمتر ديال الانسولين. الحديد شنو كاين ديال الحديد؟ يساعد على انتاج مرض الدم بيان سور كيعالج فقد الدم. المغنيسيوم يخفض ضغط الدم ويخفض اعراض الضغط النفسي. اللي عنده ستريس المغنيسيوم المغنيسيوم عاوتاني عنده واحد الفائده جد مهمه جدا في الجسم. فواكه خذ غير شي حاجه نسبه
قليلة ديال ما يسكر ياخذوا ما تي 9 ولا 10 ديال هذاك العيله في النار بركه ولا جوج ديال الطايفه ديال السويده. هنا البيوت اللي هنا ما كياخذوا مزيان تاخذوا لابوكا ولا ياكلوا حتيوه ديال المكسرات بحال الكركاع اي حاجه. والحليب حتى هو فيه السكريات لاخاطش الانسان يتعدى كاس ديال اتاي في النهار ديال البن الا كان هناك بن كيعجبوه الفضل اي حاجه. هذا هو نفس الديزاين اللي كيقول لكم بالهذا بالصور. هذا وجبه صحيه ديالي انا اللي كنرتب في داري صورتها وجبت هنايا. هذا خالي من البروتين من الكربوهيدرات. شنو اللي بالكم هنا فيه الكربوهيدرات؟ شكرا جزيلا.